قتل 4 من عناصر تنظيم القاعدة في غارة جوية استهدفتهم اليوم بمحافظة شبوة. مصادر قالت إن طائرة من دون طيار نفذت اليوم غارة جوية على سيارة تقل عناصر من تنظيم القاعدة في مديرية نصاب بشبوة، وأنها أدت إلى مقتل 4 من عناصر التنظيم. وتأتي العملية بعد غارة ممثلة قتلت 5 من عناصر التنظيم في 11 من سبتمبر الجاري، كانوا يستقلون سيارتهم على الطريق الواصل بين عسيلان وبيحان بشبوة.